يكون العبد موفقا بأمور منها ومن أهمها وأعظمها أولا سؤال الله والدعاء، أكثر من سؤال الله الهداية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وارحمني واجبرني، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يقول ذلك بين السجدتين. أن تكثر من سؤال الله: اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم عصمي. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى البيهقي عنه بسند صحيح إذا اعتمر أو حج ورق الصفا والمروة يقول في دعائه ومن دعائه: اللهم عصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. تسأل الله الدين وأن تسأل الله الاستقامة من كل قلبك، والله يقول: ادعوني أستجب لكم. كم من أقوام سألوا الله بصدق أن يكونوا من الصالحين فبلغهم الله درجات الصالحين علما وعملا، فجمع لهم بين النية والظاهر والباطن، وهذا كله بتوفيق الله، أن تدعو الله عز وجل أن يهديك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم إنا نستهديك فاهدنا. وفي الحديث الصحيح عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت فقال: اللهم اهدي، قل اللهم اهدني في من هديت، فاسأل الله دائما أن يهديك، ولا تتكل على صلاحك واستقامتك، وليكن معك الخوف الشديد من الانتكاسة وزيغ القلب، تقول: اللهم إني أعوذ بك من زيغ القلب، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. قد يستقيم الإنسان على الطاعة فيأتي في لحظة واحدة وينظر إلى طاعته فيغتر فيزيغ قلبه والعياذ بالله، ويبلى بالانتكاسة، تكون على حذر وخوف. ومن خاف أمن، ومن خشي سلم. هذا الأمر الأول، كثرة الدعاء، تسأل الله عز وجل لأنه أمر هو من فضل الله ولا يعطيه إلا الله. أما الأمر الثاني للتوفيق فهو الأخذ بالأسباب التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا، وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة. فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه، فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسلوك أقوم طريق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، أن تحب كتاب الله، ومن أحب شيئا تأثر به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول بأقوالهم ويعمل بأعمالهم. فحب كتاب الله، وليكن شعارك دائما أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل. لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل، إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير، بل عليك أن تجد وتجتهد، تحاول حفظ القرآن، ثم تحاول فهمه وتدبره، وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل. وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهاه، فيبكي لوعده ووعيده، ويخشى من تخويفه وتهديده. وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها، فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعها في كتاب الله عز وجل. يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول، والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن، يتمنى أن منزلته بالصلاة أعلى المنازل وأشرفها وأجلها، ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك. يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه، ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفجوع ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى له في ذلك. فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز وجل حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق، وهذا في طلب الخيرات. ثم ينظر في كتاب الله عز وجل في زواجره ونواهيه
فبمجرد أن يقرأ الآية تنهاه عن حرمة من حرمات الله، نظر أين مقامه من هذا النهي، وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره، وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل، فيخاف ويخشى فيقاد إلى التوفيق، توفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها والبعد عن مواطنها ومظانها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها، لأن القرآن قام على هذا. فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل، يزهدك بتحقير المعصية، يزهدك بتخويفك من المعصية، يزهدك بكشف حقيقة المعصية. انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور. ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة، فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب، لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هذا هو القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.